نتابع هذا اللقاء مشاهدينا. فخامة الرئيس كنت عم بقول انه تم لومك بعد هذه المرحلة اللي كنت عم تحكي عنها بقصة الاستشارات النيابية، قصة القمصان السود اللي بعد لحد اليوم اللي يمكن البعض بيعتبرها لغز، كان في فعلا قمصان سود غيرت التوازنات ام لا هيك مجرد استعراض صغير؟ الاستشارات النيابية تأجيلها من قبل اول شيء وصلاحية الرئيس، هاي اول شيء، يعني انا ما بدي دافع عن صلاحياتي، لكن شو اللي املى علي اخذ قرار بتأجيلها؟ اتصال من امير قطر شخصيا انه نحن بسوريا عم نحكي بتكليف رئيس حكومي في لبنان بالتوافق، وليس وضع لبنان ما بيتحمل، هو كان ورئيس الوزراء التركي اللي اليوم رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان. رجب طيب أردوغان قلت له عظيم، بس كيف الوسيلة؟ أنا عينت الاستشارات. قال لي بدكم تجوا بكير. قال لي لا، ما فينا نجي قبل الاستشارات، بدنا نجي التنين. قلت له لكن بأجل الاستشارات حق الدستوري، إذا جايين بسبيل الوفاق. فعلا اجوا بسبيل الوفاق. شو صار؟ شو صار؟ راحوا وحتى يعني حكوني بعض الاشياء ما وافقت عليها، بس قلت لهم روحوا جيبوا الوفاق بالاستشارات، انا احبز الوفاق. راحوا ما حكوني، ضلوا رايحين، رجعوا عم ليدون مع الصبح. دقيت لامير قطر وقلت له شو، وين شباب؟ وين شباب؟ قال لي ما مشي الحال. قلت له طيب ليه ما بقولوا لي؟ كيف ما بيقولوا لي اذا ما مشي الحال؟ يعني لو مشي انا بدي كنت اتبنى العمليه. قال لي شو بدنا نعمل؟ فينا بدنا نحاول مره ثانيه. قلت له ايه طبعا حاول، وانا حاول، بس انتبه انا رجعت عيانه الاستشارات جديده وما بدي اجل ثاني مره، ويصير في امتعاض من قبل الرئيس سعد الحريري، رئيس الحكومه السابق سعد الحريري، لانه اذا اعتبر اول وحده ضده لكن الثاني بدي اتاكد منه انه اذا 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 يعني ما بمانع بالتاجيل لاجل تعيين واحد بالوفاق. لكن الرئيس سعد حريري قال لا، انا شو ما جابت تجيب ما فرقاني معي. وبهالاثناء طلعوا نهار السود. ولاقول لك معلومه اضافيه، انا دقيت للرئيس الاسد وقلت له الشباب اجوا لعنا وعم بي وانا اجلت الاستشارات جايين بدهم يعملوا وفاء. قال لي انا نصحتهم ما يروحوا، ما في الا لزوم الروحه. قلت له يا ريتك قلت لي امبارح ما كنت اجلت الاستشارات. يعني كان في نيه بالوصول لهذا الموقف مسبقا. الاستشارات لم تغير بنتائج الاستشارة، التأجيل لم يغير بالنتائج. هذه المعلومات بس تأفهم كمواطن لبناني. لما يتوافقوا إقليميا ودوليا على نقطة معينة، أنتوا كمسؤولين لبنانيين تنصاعوا للخارج بشو بيقرر إذا كان لمصلحة لبنان مثلا؟ أبدا لا، تسهلها لا، لأنه لا. أنا ما عندي نواب بالاستشارات مدام، ما تنسي أنا ما عندي نواب بالاستشارات. الأفرقاء وافقوا يسلموا امرهم للخارج. هذه مش اكيد مش انا، وانا هذا لومي عليهم انه ليه بدكم تتكلوا على الخارج، ولكن بمبادره من الامير قطر والرئيس التركي اجوا يعملوا مسعى، لانه كنا طالعين من قصه المحكمه. ما تنسي المحكمه الدوليه، وصار كان في وعد انه بتبنيها بدعمها، وبعدين طار هالوعد واسقط، وصار في شهور الزور واسقطت الحكومه من اجل ذلك، تخربط الوضع. وما تنسي انه وضع المحكمه اجى ليعالج بالسين سين، يعني من ملك عبد الله الله يقدم له الصحه ورئيس الاسد، واجوا على لبنان. واجتمعت فيهم مشان موضوع المحكمه. واذ طار هالموضوع تدخلوا هول الدولتين. طبعا انا لما بلاقي في مجال للتدخل، لانه ما كنا واصلين على نتيجه بالاستشارات، كانت العمليه ما كنا واصلين على نتيجه قبل القمصان السود. بس لما جاوبتني للتاريخ هذه النقطه، هل حركه القمصان السود هي اللي حسمت الاستشارات النيابيه برايك بصراحه؟ بحتفظ لها ولا بعد وقت؟ لا لا لا، بس بحتفظ بهالجواب، بحتفظ لبعد عدة سنوات. ما بدي اقول الحقيقة اللي جعلتني اقتنع بانه مش ماشي الحال، بركي اذا اجلنا بيرجع بصير في توافق. وانا كل مسعي توافق، والناس اللي كمان كانوا عم يتعاونوا معي لبنانيا الكتل النيابية كانوا ايضا بهدف التوافق وليس بهدف. مين الشخصية اللبنانية المارونية اليوم اللي بتشوف انه في يكون رئيس يحمل اللي حضرتك قمت فيه بهالست سنوات ويكمل؟ في كثير شخصيات بيقدروا يحملوا.
ما حملوا هالمسؤولية، لأنه مش هذا السؤال الحقيقة. حتى الأشخاص اللي ربما أنا عم بقول كنت أنه ما عندهم أكثرية، عندهم ناس بس ما عندهم أكثرية، كمان بيقدروا يحملوا المسؤولية. أنا أنا ما بنزل من قدر حدا، بيقدروا يحملوا المسؤولية، ولكن مين اللي بيتوافقوا عليه وبياخد أكثرية الأصوات ما بقدر أقول لك مين. الموضوع بعده غامض وبعده معقد، لأنه مرتكز على التعطيل. لما بتقولي لي في وعد ما في تعطيل، بلش فكر ساعتها ممكن يجي. طالما في تعطيل هيدي مثل 0 أو 20، والديمقراطية مش هيك. بيل أوفاس مش هيك الديمقراطية، انه انا بعطل خلص ما في، او فلان يعني، او فلان او تعطيل، بيل أوفاس او فلان او تعطيل. انا هيدي ما بقدر اقدر مين ممكن يجي بهالحالة. للأسف لحديت هلا ما في اذا بدك اتفاق معقول على اسم معين يجي رئيس. وانا ما في اتفاق خارجي جوا، بنعرف شو الوضع داخلي. ما في اتفاق خارجي، في اتفاق خارجي على شخصيه معينه، على ما بدك تصدق ليلي، ما ناوي تصدقيني. بلا بس عم بسالك. انا عم بقول لك الرؤساء اللي حكيت معهم والدول اللي حكيت معهم، من ما حدا بيطرح اسامي، ما حدا بيطرح اسماء ابدا. شو بيطرحوا؟ حافظين الاسماء اللي مطروحه، بعدون 6 7 اللي هن بعدون بيقولوا طيب فلان، طيب فلان، طيب فلان، ما لقيتوا حدا تتفقوا عليه. بس انه هن عندهم حتى بين هذه الاسامي في اسماء اللي بدهم تعديل دستوري، موظفين يعني. عم نحكي في طبعا سفير جورج خوري، عم نحكي حاكم مصرف لبنان، وعم نحكي عن قائد الجيش. ما هيك؟ نعم. ليتي بدهم تعديل دستوري كمان يطرحوا. ليكي هلا هون ببلش بيرجع الخلاف على جنس الملائكة. ثلاثة بدهم، ثلاثة ما بدهم. إذا الكلمة شين هي ذاتها بدهم أو ما بدهم، وإذا في فريق مقاطع لهذا لتعديل الدستور، ما رح يصير تعديل الدستور بالقوة عن فريق لبناني بالقوة، ما بصير. العسكري ميشيل سليمان بأيد وصول عسكري إلى الرئاسة مرة جديدة. تما أقول بأيد، أنا بقول ما بمانع أبدا. ليكي العسكري اللبناني هن أخطأوا، ومين وصل هالبند أصلا بالطائف؟ لأنه منعوا العسكري العمدان. الحقول دون انتخابات الرئاسة بسنة لما ترك الرئيس جميل، هو أدى إلى لجوء النواب بالطائفة، يقولوا انه القائد الجيش سنتين، وعمموا معه الموظفين بالفئة الأولى تما يحطوا قائد الجيش. أنا بدي أسألك سؤال، الحجة هي انه قائد الجيش بيستفيد من وظيفته ليعمل رئيس. بدي أسألك سؤال، الوزير اللي بيقعد 6 سنين وبينفرض ما بيستفيد من وظيفته؟ بس قائد الجيش بيستفيد من وظيفته؟ طيب اي قائد جيش بلبنان عمل انقلاب عسكري او حط عمل مميز على السلطه؟ العسكري اللبناني من العسكري الصغير اللي بوجه لهم التحيه للتعب اللي عم يتعبوه، وبتمنى المخطوفين يرجعوا على بيوتهم سالمين باسرع وقت. وبعرف العسكريين اللي قاعدين بالبرد والثلج والقهر شو عم يتعذبوا، وشو تعذبوا طيله هالسنوات. بس بضلوا يتعذبوا حتى لما يعمل قائد الجيش رئيس جمهوريه، يعني هيدي ما لها علاقه لا بمعنى. ما قلت لك لها علاقه، انا مرقت على الجيش ما فيني ما احييهم. حي ارواح الشهداء وحيي المخطوفين والمعذبين، وايضا المعتر المهجرين اللي عندهم مأوى البرد. نحن شايفين شو عم بيصير. قائد الجيش اللي بيقود مؤسسة بلبنان من كل الطوائف، من كل الطبقات الاجتماعية، من كل السقفات، المتعلم اللي بيقودهم كلهم على فرد هدف، الكتف على الكتف، لمحاربة الإرهاب، للتصدي لإسرائيل، لحفظ الحرية والتظاهر. هذا العسكري، هذا القائد اللي بيقود هالمجموعة كلها بسلام وامان، هذا ما بيقدر يعمل الجمهورية؟ مين بيعرف اكثر منه؟ هلا اللي عم يسمعك عم بتزكي ما عم بزكي حدا ابدا. انا مع في فراغ وفي عم بنقشوا على اسم. ما تستنجي اذا بتريدي، انا عم بقول الدستور يمنع. لما بيتعدى الدستور، مع اني انا ضد هذا المنع، ولكن لما بيتعدى الدستور ساعتها بقول لك عمين موافق. بس انا عم بقول انه ليش العسكري صبح ما بيسوى؟ انا مش عم عارف ليه هالمنع هذا ادى الى مجيء عسكريين، بعتقد عمل نتيجه معاكسه او فشل الطبقه السياسيه خلى اكيد يعني هيدي بدي اقول. بس انه انا بدي احكي عن السؤال. بكل الاحوال يقال انه العماد ميشيل عون في عنده، غير انه اليوم بيعتبر بعد في اماله كبيره، في فيتوين كبار،
واحد بيتعلق بالعماد قهوجي، واحد بيتعلق بالسفير جورج خوري لأسباب البعض بيقول إنها شخصية. ف بهيدي الحالة ما بتعتقد إنه صار وصولهم كتير صعب فخامة الرئيس، بمعنى إنه إذا بدهم يفكروا باسم غير العماد مشرعون ما رح يكسروه بهذه الناحية؟ أكيد أكيد اللي بحط ما حيجيبوا حدا ضده. أنا بدي أقول لك شغلة، هلا هالكلام إذا يقال، أنا ما بعرف إذا العماد عون حاطط فيتو على اسم معين، ولكن طبعا لما العماد عون بحط فيتو على اسم معين أكيد ما حيجي رئيس. ولو هلا نحن إذا عم نقول بده يجي توافق معناتها بده يجي غصما عن العماد ميشيل عون، لا مش هذا المطلوب أبدا ولا مرة كانت هيك الطرح. مين معقول يكون توافق بالبلد؟ عمين ممكن يتفقوا الجميع؟ ما بقدر أحكي، وأمنياتي أنا باسم الرئيس ما رح أعبر عنها هلا قبل ما يصير في نيه فعليه للانتخاب. ما بتعذب يعني؟ ما بتعذب بهالموضوع لا. في كثير ناس يعني بكل الاحوال يعني ما انكسر القالب على على ثلاث اربع رؤساء مرقوا باخر وقت، يعني في كثير احلى منهم كمان. لا بس احكي اليوم انه اسهم الوزير السابق جان عبيد الى ارتفاع بشكل كبير، وانه هنالك توافقات ما انه قد يكون الافضل لهذه المرحله. جيد اللي بدهم فيها استقرار وإدارة. وزير جان عبيد جيد، ممارس بالحياة السياسية، رجل عنده كرامة. إذا بيحظى على التوافق أو على الأكثرية فليكن. ما نحن بدنا بالقبل بدنا نعمل ديبلوكاج للمقاطعة. بدنا نقول الأطراف، بدنا نقول خلص بدنا ننتخب رئيس، ما عاد بدنا نقعد نقول إنه أنا بدي وأنا بدنا ننتخب رئيس، تعطى نتفق على اسم. في العماد مشرعون ليه ما بينزلوا بينتخبوا؟ شو رأيك؟ أنا ما عندي نواب لأبعت انتخبه أو انتخب غيره. هو ما بينزل ينتخبه لأنه العماد عون شكل حالة غير وفاقية الصراحة بحياته السياسية، وخاصة المسار الأخير. العماد عون ما بيقدر يستوعب الأخصام، كل واحد بيعارضه بموضوع بيصير سراء، نهاب، عميل، جاسوس، ما عنده موقف إلى آخره. هذا الخطأ الكبير. لذلك الرئيس المطلوب أنا برأيي يجب أن يكون رجل حوار، قلبه بده يكون هالقد، بده يساعد الكل، ما يحقد على الناس. السياسة تربية الحقد بالسياسة هي تربية خاطئة، إن كانت عند العماد عون أو عند غيره، أنا مش عم بخصصه، لكن بعتقد ليس الرجل المناسب لإدارة الصراع بالعربي المشبرح السني الشيعي. طيب بس بقصة الحقد، لأنه في فريق ما بيقبله فخامة الرئيس اللي عم توصفه إنه حائد، بالنهاية إجا التقى مع أشخاص كان في حروب. مين؟ بينه العماد ميشيل عون. مع مين التقى؟ يعني بمرحلة معينة حضرتك أدرى يعني. أنا جمعت أصلاً مش ناس إيه بس مش حتى مع سوريا، مع حزب الله، وصل إلى مذكرة التفاهم، إلى تكامل كبير. أنو بعد ما كانوا أخصام جدا، ما حقد بالسياسة بل غير بمحلات معينة مثل ما شاف مصلحة البلد. هيدا عم انت حضرتك هيئتك يعني في شيء خليك أو خليه يحقد عليك بالعلاقة بالممارسة الوطني؟ الموضوع الوطني ما بينحل بأنه بس أنا بالعكس أنا بشجع العلاقة مع سوريا، بس ما بشجع الأخذ المواقف كلها اللي كان العماد عون ينادي فيها وتغير بالنسبة للموضوع السوري أو المواضيع الأخرى. لازم يعمل عليه منيحة، وأنا حييته لما عمل عليه منيحة، أنا تلفنت له لما عمل التفاهم مع حزب الله وقلت له برافو عليك. لين بنى هالجدار بيناتكم؟ ما بعرف، مش من قبلي أنا، مش بممارستك. أنت ست سنين شي مرة سمعتيني بحكي بهالطريقة؟ لا بس عم شوف. لا ما لا، هلا انا عم تحكي هلا عم بترد، ويمكن هيدا الشيء بينفهم. بس 8 سنين ما كنت تسمعي الشتم والاهانات، وصلت القصه للزواريب الصغيره بشكل حقير. انت بتعرفي كيف كان تناول للموضوع العائلي وعده امور؟ انت كنت عم تتابع، انت اعلاميه. انا ما عندي حقد ابدا، انا دائما كنت مفتح قلبي. انا لما يصير عنده شيء لعماد عون كنت اما اتصل اما اروح عزي، ابدا انا ما اعتمدت الحقد. ما بدي جاوب على السؤال، بس انا عم بقول لك انا ما عندي حقد على حدا ابدا ابدا ابدا، وما عندي، وانا عندي المسامحه قبل الغضب. انا تعرضت كثير من منبر العماد عون بشكل كتير قوي وبشكل كتير غير منصف وغير عادل. نعم،
أيضا الرئيس إميل لحود انضم إلى العماد ميشيل عون مؤخرا بكلام لزميل جان عزيز، قال لو بيعرف أنه حضرتك كنت مع بول فارس القوات اللبنانية وكنت عم تقبض معاش بجبيل من القوات اللبنانية، هما كان قبل أنك تعمل قائد جيش عزيز. وفي أكثر من ذلك يمكن أنت حضرتك فخامة الرئيس ما نفذت السلطة السياسية اللي طلبته منك قبل 14، تقولون هيك مع بعض عم بهمنا الوقت، قبل 14 أذار 2005 المظاهرة اللبنانية الكبيرة، تلفن لك وقال لك ضربهم بأعقاب البنادق بالكروس عم بيفوتوا المتظاهرين، وحضرتك لم تضرب المتظاهرين أو ما عطيت أمر أنه ينضربوا بأعقاب البنادق، كمان ذكر هذه الحادثة على إن شاء الله ما أنسى الأسئلة. أول شيء قبل ما أحكي لحتى ما يتصور الدكتور سمير جعجع أنه أي جوابي هو انتقاص من معه، لأني أنا شفت بدكتور جعجع خلال فترة 6 سنوات مقاربة للأمور السياسية مختلفة جدا، مقاربة قريبة من الدولة، مقاربة قريبة من المؤسسات. ولمعلومات الرئيس لحود مش لنا سيرته نحن على كل حال هلا، لا ما قلت التحق ايه بالقوات أوكي وقتها ما انت عم تقولي لي قال هيك صحيح. للاسف انا يوم دفن امي ولدتي سمعت الاو تي في عم بتذيع انه انتظروا الليله رئيس سليمان وين كان ملتحق وين كان يقبض وما ادري شو عم شو هذا بقى خبروني الناس، قلت لهم لا مش مزبوط يا عمي. طلع الرئيس لحود شو قال؟ قال اللي من طلع من الرئاسه اكتشف اني انا ملتحق بالقوات اللبنانيه وبقبض من بول فارس، مشان هيك عم اقول لك ما عم زم ابدا بالقوات اللبنانيه. انا 41 سنه خدمه عسكريه ناصعه مثل الشمس، ما تركت السلطه الشرعيه، يوم كنت انا مع السلطه الشرعيه للجيش واللي هي كانت العماد عون، مشان هيك عم بقول ليش الاو تي في عم تحكي شيء مغلوط وهو بيعرفها العماد عون. كان العماد العميد إميل لحود وين كان؟ بمنتجع المنار خارج عن قيادته الشرعية، محل ما كان ساكن يعني ساكن ما بعرف وين ساكن، ما بعرف ده بالغزال ما بعرف، لا كان ساكن فترته بالمنار بمنتجع البالم بيتش كمان بالشمال، ما كان ملتحق بالسلسلة العسكرية. حضرتك وين كنت؟ أنا كنت هون، كنت بكفر شيما وكنت بسوق الغرب، يعني كنت بالمناطق اللي فيها جيش الشرعي، ما كنت بجبال؟ ما كنت بعمشيت؟ بالعكس عائلتي تركت عمشيت، عائلتي راحت سكنت بالبترون. لا عم بقلك ما بدي أنا كل الفترة فخمت الرئيس؟ كل الفترة ومن بعد منها ما رجعت عمشيت أنا، هذا السبب انتقال منزلي السكني أساسي من عمشيت إلى هون، وكنت قاعد هون ساعة بالأوتيل. الرئيس لحود لما كان قائد جيش هو كلفني، والله يرحمه الرئيس كرامه اللي يعني تعازيه لعائلته للبنانيين، كان هو رئيس حكومه، كان يكلفني الرئيس لحود اني انا فاوض القوات اللبنانيه والاشتراكيين بنزع سلاح بتسليم سلاح، وانا عملت اجتماعات عديده وكنت خبره له كل يوم وشوفه وخبر الرئيس كرامي عمر كرامي عن نتائج، وقدرت وتجاوبوا معي وقدرت سحبت السلاح. كل الجيش بيعرف كل الجيش، ما هذا الكلام مش مزبوط. للأسف هو فائد هالموضوع، هو كان لازم يكتشف هالإشياء لما كان قائد جيش، لما كان رئيس جمهورية ما له حق يقول اكتشفتهم بعدين. كل الجيش اللبناني بيعرف اني كنت، العماد اهوجي بيعرف اني كنت انا بذات اللواء وكنت انا العمليات لما كان هو بجاليري سمعان، فرانسوا الحج بيعرف الله يرحم نفسه اني كنت انا كمان بعمليات اللواء التاسع لما كان بكفر شيما، كل الناس بيعرفوا اني كنت بالاقلاعات، اني كنت بسوق الغرب، كل العسكريين بيعرفوا منين جابها هيدي البدعه، هيدي الروايات مدام قصه الاعقاب البنات. اسمعي هلا بقول لك، هاي الروايات انا ما بحبها، هيدي حكواتية، واحد بيقعد بيخبر شغلات حكواتية. أنا مرقت بمناصب كبيرة، منصبين كبار، وكان في قبلي ما عملت حكواتي، وكان معي أجهزة وبقدر أعمل حكواتي وفي أشياء كثيرة، بس هذا معيب بعد ما قصى رئاسة الجمهورية صفوا قائد الجيش. يعني في أشياء كبيرة
شو يعني في اشياء؟ كل واحد بيشوف وبيسمع خبريات وبيعرف على السبق على السبق على كل رئيس الجمهورية. لكن نوصل لوقت يصيروا رؤساء الجمهوريات اللي بدهم يعززوا موقع رئيس الجمهورية يصيروا يحكوا حكايات من هالنوع ومغلوطة وخالصة، كمان قائد جيش يصيروا يحكوا عن قائد جيش، هذا الأمر مش مزبوط. فترة قيادة الجيش وفترة خدمتي بالجيش ناصعة ناصعة مثل الشمس، وتركت الجيش بحالة معنوية كتير كبيرة ما كان وصل لها قبل بوقت. ما حدا يتفلسف، أنا كنت قائد جيش وفي فترة ما كان في سوريين وبلشت من الضنية، كانوا موجودين بس قلت لهم ما تتعاطوا أنا بدي خلصها، وبلشت الأمور لحرب تموز للمظاهرات الكبرى للإرهاب البارد. بدك تسأليني عن مظاهرات، سألتك عن ضرب المتظاهرين بأعقاب البنادق، صحيح طلبت منك السلطة السياسية ذلك يوم لا كان بالنقاش عم بيقول لي في ثلاثة فاتوا ما بعرف منين، انه ثلاثة فاتوا، قلت له طيب انه ما في في استحالة بانه نمنعهم اولاد وستات ومشايخ ورهبات واخوارني وعائلات عم تجي بالسن، ما بقدر امنعهم. بس بكل وقت انت قال انه الجيش فتح الطريق للمتظاهرين. انت علي انت عليك المجلس الوزراء بيطلبني بالامن، ليك تقلك مدام الدستور بيحمي حرية التعبير، الامن منع التظاهر الى حق مجلس وزراء يفرضه من اجل حماية الامن مش لاجل منع حرية التعبير. انا بالظرف اللي كانت فيه الحالة قلت لهم انا بحفظ الامن وبحفظ حرية التعبير، وفعلا ما انضرب كف ولا طلع رصاص، وهذا كان انجاز للجيش اللبناني اللي عطى مثال كيف يكون الجيش للوطن مش للنظام، كيف يكون الجيش يحضن المواطنين. فصلنا بين 14 و8 ما خليناهم يشتبكوا، فصلناهم عن المؤسسات، ما تعرضت الأملاك العامة للنهب، ما تعرضت مؤسسات الدولة للاحتلال، كانت مظاهرة حضارية حشدة. طيب لكن لو امنعهم من ساحة البرج بمنعهم كمان من الأشرفية يتظاهروا؟ طيب بمنعهم الأشرفية بمنعهم بالمسيطرة إنه بس ما استغربت إنه يكون يعني يفتخر بهذه الرواية وعم يخبرها بعد كل هالسنين هو هو بعد هو مظهر 14 هو مش عارف جامع. معنى حرية التعبير إنه هذا دستوري، أنا لا أستطيع مخالفة الدستور كقائد جيش، هي حرية التعبير، بس أنا أحاكم إذا اختل الأمن وانضربت الحياة السلم الأهلي. ولذلك أنا شخصيا نزلت على البرلمان وشفت الحالة وشرحت وعطيت الأوامر على الأرض. على كل هذه نقطة مضيئة بعتقد بالجيش اللبناني مش فيه، يعني مش أنا كنت واقف على الأرض وعم بسمع كلام بشع ومعي برودة، أنا كنت فوق بس كنت انزل قلن ولو سمعتوا هذا الكلام مؤقت وانتوا رح ترجعوا تاخذوا الدار، وفعلا أخذوا الدار. بدي أسألك شو صار برموش العيون والعلاقة مع حزب الله ولقاء التعزية، هلح يخفف هيك من عزيمتك واندفاعك وكلامك السابق حول المعادلة الخشبية وغيرها؟ رضوان صبح كمان عم بيسألك ليه تسألين الرئيس ليمين على ادعاء الرئيس لحود بانه الرئيس ليمين لم يكن يملك الخبرة العسكرية الكافية لقيادة لواء. بدي توقف مع فاصل بس بدي ما مرة. هو قال انه بعطني فوق لانه في مشاكل عيني قال ماشي الحال، فاصل هو عنده خبرة يعني فاصل ماشي. وننتقل الى العلاقة مع حزب الله.